يعني كما تحدثنا الآن هما المشكلتين أو أهم معاناة هنا لأهالي القرية هي الطرق والمرور وأيضا المياه. يعني بشكل عام المرافق هنا في هذه الدائرة أو في هذه القرية تحديدا تعاني الكثير، وأهالي هذه القرية يعاني الكثير من المرافق والخدمات. هعود لك مرة أخرى أستاذ سعيد وأكلمك عن المشكلتين، مشكلة المياه ومشكلة الطرق، يعني كيف ترى هذه المشاكل وأيضا ما هي اقتراحاتك وحلولك كنائب مستقبلا إن شاء الله وكأحد أهالي هذه القرية، كيف ترى هذه المشاكل واقتراحاتك وحلولك ليها، وهل مساعدتها سوف تساعد الأهالي هنا لحلها؟ طبعا البرلمان دوره إعداد التشريعات اللازمة لرفع المعاناة عن الشعب، فبالتالي احنا دورنا كله ان احنا نخفف المعاناة عن أهلنا، دورنا كله ان احنا نقدم خدمة فعلية لأهلنا. المواطن من حقه ان يمشي على طريق كويس، يلحق شغله في ميعاده، المواطن من حقه ان يلاقي المية، الصرف الصحي، حياة صحية كريمة، ولاده يتعلموا كويس. ان شاء الله تعالى موجودين في البرلمان من اجل المواطن، موجودين من اجل رفع المعاناة عن اهلنا، وان اهلنا يحسوا ان الدولة بترعاهم وبتقدم لهم دور مهم. الشباب فالأزمة اللي عنده لازم الشباب نشوف له حلول غير تقليدية، سواء المتعذبين في القطاع الخاص وعاوزين يغيروا القانون، أو اللي مش لاقي شغل، أو البطالة المقنعة اللي عندنا. نعم يا أستاذ سعيد، هي طبعا مشكلة الشباب من المشاكل الهامة هنا، أو دور الشباب طبعا من الأدوار الهامة هنا، لكن احنا بنتكلم عن بعض المشاكل اللي يعني فيها يعني نتيجة ملموسة للمواطن هنا أو للأهالي هنا. يعني مشكلة المياه، كيف يعني كيف ترى هذه المشكلة واقتراحك، يعني اقتراحك كأحد أهالي القرية وكنائب مستقبلا؟ مشكلة المياه هو بالفعل اتعمل محطة مياه عملاقة على ترية إسماعيلية، ولكن الأزمة الفعلية إن شركة المياه مش عاوزة توصل للناس على المحطة الجديدة، تقول لهم لازم تغيروا الشبكة وغيروا الشبكة على حسابكم. تمام، طبعا الكلام ده تهريج، يعني لما انت تيجي اقول لك غير على حسابي، امال انت بتاخد فواتير المياه ليه؟ ده في ناس اصبح بيجي لهم فواتير 10000 جنيه، تقول له ليه يا عم الفاتوره ب 10000 جنيه؟ يقول لك اصل انت ما دفعتش من زمان. الموضوع ده مثلا حاصل مع قريه الغفاريه كامله، فالمفروض هم حاليا بيقدموا لنا خدمه بمقابل، فالمفروض ان هو الخدمه اللي بيقدمها لي بمقابل يعمل على تجويدها، يعمل مواسير كويسه، مش هتدفع لا مش هتدفع. طب انا هشيل لك العداد، هو انت اديتني خدمه كويسه؟ انت عمال ترفع لي في سعر الميه، والعدادات بتاعتك مفوته عماله تعد عليا مبالغ قد كده، وفي الاخر لا تدفع لا احبسك واديك ايه. المفروض العلاقه بين الدوله والمواطن آن الأوان أن تتغير، آن الأوان أن يعيش المواطن حياة كريمة، وأن يكون شعار الحكومة المواطن أولى بالرعاية، أن يكون شعارنا في هذا الوقت كلنا في خدمة المواطن ونسخر جهودنا من أجل المواطن. بالحديث عن المواطن، يعني لو تحدثت معك أو سؤالي الأخير لك في هذه الفقرة، لو عضو برلماني وإن شاء الله لا، ما هي أول مشاكل سوف تقوم بالمساعدة على حلها أو حلها أو مناقشتها في مجلس النواب القادم؟ بأمر الله تعالى في مجلس النواب القادم هنناقش أربع مشاكل على وجه عاجل، وهنخلي الموازنة العامة للدولة مفيش وراها إلا غير الأربع مشاكل دول. أول حاجة الفلاح بمشكلاته، ري، أسمدة، زراعة، إزاي نسوق له إنتاجه، إزاي ما نمنعش إن الإنتاج بتاعه هو يقول الدورة ب 320 الدولة تقول، وهو يجي يبيعه يلاقيه ب 180 جنيه، التضارب ده هيتم الإلغاء عنه. الحاجة التانية الصحة، ما ينفعش مواطن بيتألم وهنسيبه من غير علاج، هنجيب وزير الصحة وهنقول له أنت عاوز كام من الموازنة العامة للدولة، وهنديله اللي عاوزه، في حيث ان بعد ست شهور المواطن اللي محتاج اسبرينة يدخل وياخدها من الوحدة الصحية او من المستشفى. ما ينفعش عندنا مباني على مباني على مباني تابعة للصحة وما فيش ولا ادوات ولا دكاترة جوه ولا برشام ولا اي حاجة. حاجة التالتة الشباب، قوة البلد الحقيقية، احنا الشعب بتاعنا 70% منه شباب، دول قوة، حاجة ننبهر بيها. لو شفنا تجربة الهند، شوف الهند عملت ايه بشبابها، الصين عملت ايه بشبابها، هل مصر عاجزة عن ان ترعى شبابها؟ طبعا الكلام ده أكيد مصر تقدر تعمل نهضة. هننشئ هيئة تنمية بشرية، وهنعمل حملة طرق أبواب في الداخل والخارج، هنروح أوروبا انتوا إيه الصناعات اللي انتوا عاوزينها، وهنعد الشباب للصناعات ديت، وهنبدأ نصفر الشباب، وهنخلي الدولة تتحمل سفرهم، لأن الشباب ده اللي هيجيب لنا العملة الصعبة، الشباب ده هو اللي هيعمل تنمية حقيقية في الدخل المصري. أيضا في الداخل تمام، هنشوف فرص عمل الشباب ايه، الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بدوره، البنوك تقوم بدورها بمقابل تنمية بسيطة. بعد كده عندنا أزمة التعليم، دي أنا شايفها أزمة حقيقية. ما يحدث في التعليم الآن حاجة يعني تتعب الدنيا كلها،
لما تيجي يعني نقدر نقول ان هذه النقاط هي على راس اولويات برنامجك الانتخابي، اللي نقدر نقول للمواطن هنا في دائره مشتول السوق ان دي على راس اولوياتك وان نصب اعينك هذه النقاط، طبعا بالاضافه الى مبادئ الحزب الوفد التي يعني بتقوم عليها الحمله الانتخابيه لكل المرشحين. حزب الوفد عامل برنامج عظيم، ولكن دايما الكلام في الحزب ان احنا بنتحرك من اجل خدمه المواطن. انت اول ما تلاقي حاجه بتمس حياه المواطن، انا مش هقول ان ده برنامج هعدل على طول برنامج من اجل المواطن. حزب الوفد موجود في البرلمان من اجل المواطن، حزب الوفد زعمائه قاموا بثورات، والحزب شارك في اهم مشاركات سياسيه في تاريخ البلاد من اجل المواطن، وسنظل دائما مع المواطن ومن اجله، ولن نرتاح الا اذا ارتاح المواطن. نعم، يعني هنتهي بهذه الجملة مشاهدينا الكرام. بشكرك أستاذ سعيد في هذه الفقرة، بشكر طبعا ضيوفنا من أهالي هذه القرية للمشاركة في حزب الوفد للمواطن ومن أجل المواطن داخل البرلمان القادم. بهذه الجملة ننهي الفقرة الأولى في لقاء الطريق إلى البرلمان، ونحن الآن متواجدين على طريق الصحافة، ومن الطرق الرئيسية هنا والذي يعاني الكثير والكثير من المشاكل. هناك قطع متكسرة، يعني هناك عديد من السيارات يعني هنا تعاني، ويحدث كثير من المشاكل على هذا الطريق، والمناداة بالاهتمام بهذا الطريق وعودة الدولة مرة أخرى للاهتمام بالطرق هنا في دائرة مشتول السوق. بهذه الجمل ننهي الفقرة الأولى، وسوف نقوم بجولة سريعة داخل الكرة هنا بالنسبة لمركز دائرة مشتول السوق.